من سلسلة الحلقات التي تتحدث عن آلام الرقبة والرأس. احنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن الانزلاق والجروح العنقي، النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم على بعض الآلام التي تصيب الرأس، وطبعا الآلام دي كثيرة ومتنوعة، وهناخد أهم والاسباب بتاعتها والطرق العلاجيه المختلفه لعلاج تلك الالام، وازاي نقدر نتعامل مع تلك الالام. هنتكلم النهارده عن نوع من انواع الالم، والالم ده من شدته في بعض الناس بتفكر كثيرا جدا في الانتحار نتيجه شده هذا الالم، الا هو الام العصب الخامس. العصب الخامس دوت من الالام المبرحه الذي يعاني منه كثيرا من الناس، وهنتكلم ان شاء الله باذن الله عن الناحيه التشريحيه للعصب الخامس، وبعد كده هنتكلم عن الام العصب الخامس، ايه الاسباب المختلفه وكيفيه حدوثها، وايه الحاجات اللي بتريجر او بتخلي الالم ده يجي، والطرق التشخيصيه المختلفه لتشخيص هذا الألم، وإيه الآلام المختلفة الموجودة في الرأس اللي ممكن تتداخل أو يحدث خطأ في التشخيص مع هذا الألم، يعني الألم اللي هو موجود في الرأس مع غير آلام العصب الخامس، وإزاي نقدر نفرق الآلام دي من بعضها، لأن كل نوع من أنواع الألم له طريقة مختلفة من العلاج. وبعد كده هنتكلم على الطرق العلاجية المختلفة لآلام العصب الخامس، منها ما هو تحفظي أو طبي، ومنها ما هو تداخلي، ومنها ما هو جراحي. أول حاجة نتكلم عليها على الناحية التشريحية للعصب الخامس. احنا ليه سمينا العصب الخامس بالعصب الخامس؟ لأنه هو خامس عصب بيطلع من قاع الجمجمة وبيغذي المنطقة بتاعة الرأس، وفي بقى له اسم ثاني اسمه العصب الثلاثي. العصب الثلاثي ليه؟ لانه هو بيطلع من غده او عقده اسمها العقده الغزيريه، ودي بتبقى موجوده وبتبتدي تتفرع لي الى ثلاث افرع رئيسيه، اللي هو الفرع الاولاني او الراسي اسمه العصب العيني، وده بيطلع يديني يمد العين وما حول العين. العصب الثاني اللي هو العصب الفكي العلوي، وهو بيغذي المنطقة ما بين العين والفم، وبعد كده العصب الفكي السفلي، وهو ده بيغذي لي منطقة الفك والأسنان. وطبعا في كثير جدا من الناس بيذهبوا لطبيب الأسنان على ان الموضوع بيكون ألم في السنان، ويبتدي الطبيب يخلع سنان المريض لغايه ما سنانه تنتهي، ممكن يركب طقم، وفي نفس الوقت الان بدا التشخيص خطا، فالعلاج طبعا خطا، وفي الاخر يكتشف بعد ده كله ان هو عنده عصب كامل. تتخيلوا النسبه كام؟ حوالي 20% من الحالات اللي بيعانوا من الام في العصب الخامس بيذهبوا لدكتور طبيب الاسنان خطا، وبيعالجوا خطا على انهم الالم نتيجه الاسنان. يبقى دي اول حاجه، ودي طبعا هنبتدي نشوف الجزء التشريحي في العصب الخامس. زي ما بنقول كده هو ده المخ زي ما شايفين، وبعد كده بيطلع الثلاث اجزاء من العصب ده، اللي هو العصب العيني اللي بيغذي العين، وده بعد كده العصب الفكي العلوي، وطبعا شوف الحته دي كلها بتتغذى بالعين، ودي الجزء الثاني اللي هو بيتغذى بالعصب الفكي العلوي، ودي الجزء السفلي اللي الجزء اللي بيتغذى بالعصب الفكي السفلي. مره ثانيه ادي الجزء اللي بيتغذى بالعصب العيني، تلاقي الالم كده بيجي هنا او هنا او هنا. زي ما انتم شايفين كده، طبعا بيعنيني ان الشكوى بتاعت المريض بتحدد لي المكان اللي هو بيشتكي، بنقدر نحدد الفرع اللي هو المصاب. وزي ما احنا قلنا، زي واحد عنده محول كهرباء او محطه كهرباء بتغذي اماكن معينه من مناطق مختلفه، بعد كده لو النور اتقطع او حصل اي عطل بنقدر عن طريق المنطقه ديت نحدد الكابل اللي هو المصاب. بالظبط كده، ان العقده الغزيريه ديت او عقده العصب الخامس اللي بتطلع منها ثلاثه افرع، بيبتدي المريض يشتكي يقول لي والله يا دكتور انا حاسس بألم او حرقان حوالين عينيا، يبقى انا في الحاله دي اقدر احدد اذا كان هذا الالم نتيجه العصب العيني.
تاني حاجه ممكن تلاقي العيان يقول لك والله يا دكتور انا حاسس بحرقان او كهرباء بتجيلي في المنطقه ما بين تحت العين وفوق الفم، يبقى دي الفك العلوي، ده العصب بتاع الفك العلوي. وممكن تلاقي المريض اخر بتلاقي ان هو بيشتكي من الم في الفك او الاسنان، يبقى في الحاله دي بحدد اذا كان المريض دوت مصاب باللي هو المانديبولار نيرف او العصب الفكي السفلي. ده بالنسبه للناحيه التشريحيه للعصب الخامس، وقلنا ان هو عصب خامس لانه بيطلع من خامس عصب، بيطلع من قاع الجمجمه، وممكن نسميه العصب الثلاثي لانه بيتفرع الى ثلاثه افرع. ايه الاسباب التي تؤدي الى ذلك الى تلك الالام؟ اول سبب انه هو من اكثر الاسباب ان هو ممكن يكون في بعض الاوعيه الدمويه الطبيعيه اللي موجوده في قاع الجمجمه او في بتغذي المخ، بتضغط على العصب الخامس من مصدره في المخ، فيبتدي العصب يتهيج او يصدر نبضات غير طبيعيه بتترجم لذلك للمريض ان في الام او كهرباء في المنطقه دي. السبب الثاني ممكن يكون في بعض الاورام اللي موجوده في المخ، ودي طبعا بتضغط برضك على العصب وبتسبب الالم دوت. طيب الاورام دي لذلك لما بيجي مريض كبير السن نوعا ما لازم نستثني اذا كان في مشكله في المخ كاورام او في تجمع دموي وخلافه بالاشعه الرنين، وده الكلام ده هنسرده بالتفصيل في تشخيص المرض. ممكن ما هو وراثي، يعني تبص تلاقي ان العصب الخامس ده بيبقى في عيله معينه، بتلاقي الالم ده موجود في عيله، تلاقي موجود في الجده، وبعد كده توارثته الابناء كاب او ام، وبعد كده بينزل للاحفاد وهكذا. فبتلاقي ممكن عيله مثلا معينه فيها كميه المرضى الذين يعانون من الام العصب الخامس بتبقى كبيره، وهو جزء ما هو وراثي. وممكن يكون الالم دوت بدون سبب خالص من الاسباب. وطبعا في الحالات النادره يعني ممكن يكون اللي هو طول مده الضغط العصبي او الاكتئاب، الكلام ده كله ممكن يخلي المريض يحس بالام العصب الخامس. طيب ايه الاعراض بتاعته؟ المريض دوت بيجي لك يشتكي من ايه؟ الاعراض بالتفصيل كده او تعريف العصب الخامس ده هو عباره عن نوبات حاده بتحدث في ناحيه واحده من الوجه في نسبه كبيره جدا من الحالات، تتعدى 96%، والنوبات دي بتكون حاده وبتكون زي الكهرباء وبتستمر الى ثواني او ممكن تستمر الى دقائق معدوده، وبيختفي الالم او قد لا يختفي، وده هنعرفه دلوقتي، وتبتدي الالام تظهر مره اخرى لدرجه كبيره من الشديه، ان المريض نفسه ممكن يفكر في الانتحار لو الالام دي ما اتعالجتش. طبعا الالام دي في حاجات تريجرنج فاكتورز او حاجات بتستثير الالام ديت زي ما احنا هنقول دلوقتي. الالام دي ممكن تيجي لو العيان ابتدى يمضغ، يبقى بياكل اي اكل في الفك بتاعه ويبتدي ياكل، تلاقي يحس يبتدي بالكهرباء ويبتدي يصوت بعد كده ويوقف الاكل وممكن يرمي الاكل من بقه، وفي الاخر خالص بيبتدي يسيب الحاجات الصلبه ويبتدي بعد كده ياخد سوائل، لدرجه ان بعض المرضى يقول والله يا دكتور انا ما بعرفش اكل حاجه صلبه على الناحيه دي خالص، كل ما اجي اكل لدرجه ان انا منعت اكل عيش او اكل رز او اكل مكرونه على المنطقه اللي على الناحيه المصابه من الوجه، وابتديت اشرب عصاير واشربها حتى بالشريموه او بالشفاط وبالراحه، ولها لوك طقوس معينه في كميه الاكل ونوعيته وهل هو سائل او لزج او صلب وهكذا. ممكن الالم يجي مره لواحد مثلا بيحلق دم، تلاقي المريض يجي يقول لك والله تلاقي دقن طويله، تقول والله يا دكتور انا لما اجي احلق مجرد بس امشي الموس على وشي احس بالكهرباء ولسع جامد في المنطقه المصابه، لدرجه ان انا ممكن ارمي مكنه الحلاقه من وشي، لذلك انا بطلت احلق. ممكن تلاقي الالم ده بيزداد مره اخرى بان العيان مثلا يشرب حاجه ساقعه او ياكل ايس كريم، اول ما الحاجات المثلجات دي تلمس المنطقه المصابه يبتدي المريض برضك يصوت ويفتح بقه ويبتدي الالم بتاع اللي هو يزداد لدرجه كبيره لدرجه ان هو يرمي اللي في بقه.
ممكن في بعض الناس في بعض الحالات ان مجرد ان العيان دوت يضحك يبتدي الالم يجي معاه، يقول لك حتى والله يا دكتور انا بطلت حتى اضحك، بقى طعم الدنيا غريب، كل ما اضحك ابص الاقي الالم يزداد ليا مره اخرى. بعض الحالات بعض المرضى يقول لك لو انا صفرت او بقي بس انتفخ بالهواء يبتدي الالم يجي لي مره ثانيه. وطبعا العيان مش بيجي في يعني لو العيان في سليم في او بين النوبات ده بيجي يتكلم معاك عادي، لكن لو المريض في اثناء النوبه بيبقى شكل هستيري زي بالظبط واحد بيفرفر من شده الالم. بعد كده ممكن الالم ده في بعض الحالات تبص تلاقي مجرد ان العيان يخرج في الهواء الطلق شويه هواء لو بارد او شويه نسيم خفيف ابتدى يلمس وشه المصاب او المنطقه المصابه يبتدي الالم يرجع له بدرجه كبيره، لذلك انه ممكن تلاقيه بيلبس نوع من انواع الغطاء او الغطره او السدال او اي حاجه بحيث ان هو يغطي منطقه وشه من ان هو تعرض لاي نوع من انواع الهواء. وفي حالات طبعا ان النوبات دي بتيجي بدون اي سبب، بدون اي سبب من الاسباب، بيجي لوحدها وبتروح لوحدها. طيب احنا قلنا في بدايه المرض بتبقى النوبات دي عددها بيبقى قليل والمسافه اللي بين النوبات وبعضها بتزداد وشده الالم بتبقى قليله، مع مرور الوقت بتبتدي النوبات دي عددها يزداد جدا وفي نفس الوقت مسافه او فتره الراحه للنوبات دي بتلاقي بتقل بالتدريج، يعني ممكن تلاقي العيان مثلا بيجي له 3 4 نوبات اول ما المرض يجي له، بعد مثلا 6 اشهر او بعد كذا تبتدي عدد النوبات ده يزداد يوصل ممكن توصل اب تو 100 نوبه في اليوم في بعض الحالات. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاسباب والعوامل اللي هي بتسبب هذا الموضوع. طيب هنديكم احصائيه بسيطه جدا عن الام العصب الخامس. الام العصب الخامس نسبتها بتحدث 5 كل 100,000 فرد او مواطن، يعني لو احنا خدنا كده عدينا 100,000 واحد هنلاقي 5 منهم مصابين بالعصب الخامس. نسبه السيدات ضعف عدد الرجال، يعني لو احنا خدنا 3 هتلاقي 2 سيدتين ورجل، والناحيه اليمنى بتبقى اعلى من الناحيه اليسرى، يعني نسبه 60% الى 40% او 55% ل 45%، يعني لو معانا 10 مصابين بالعصب الخامس هنلاقي 6 منهم على ناحيه الوجه اليمنى والناحيه اليسرى حوالي 4 فقط من 10. نسبة الآلام احنا بنقول بالنسبة للأفرع احنا قلنا ان العصب ده بنسميه العصب الخامس او العصب الثلاثي. العصب الثلاثي يعني قلنا لانه 3 افرع، قلنا اللي هو الفرع العيني وده اعلى حاجه زي ما شفنا في الصور، وتاني حاجه اللي هو الفرع الفكي العلوي والفكي السفلي. اعلى حاجه بيجي فيها الالم اللي هو الفكي العلوي، ودي نسبه كبيره من الناس بتبتدي تشتكي من الالام اللي موجوده في العصب الفكي العلوي، ثم العصب الفكي السفلي، ثم العصب العيني. فاصل ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله. مركز الدكتور محمد عبد الشافي، زمالة علاج الآلام وآلام العمود الفقري، كاليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية. استئصال الغضروف العنقي والقطني بدون جراحة وبالمنظار، توسيع القناة العصبية العنقية بدون جراحة وبالمنظار، علاج آلام الرقبة والظهر وخشونة الركبة بدون جراحة. يأتيكم في الأوقات التالية. والاسباب والتريجر بوينتس او الحاجات التي تثير العصب وتعريفه، واتكلمنا بعد كده على بعض الاحصائيات وقلنا نستكمل الاحصائيات ديت
قلنا ان العصب العيني، العصب الفكي العلوي ده من اكثر الاعصاب التهاما او مسببه لتلك الالام. وقلنا ان العيان ده في الفتره ديت زي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي هي المنطقه الصفراء ديت، ان العيان بيبتدي يشتكي من الالم ما بين العين لغايه الجزء العلوي من الفم. ثم العصب الفكي السفلي اللي احنا بنقول عليه اللي هو لونه احمر في الصوره ديت، وده اللي هو المانديبولار نيرف، بتلاقي الالم ومتوزع على الفك السفلي واخد جزء من الاذن. واقلهم طبعا اللي هو العصب العيني، وزي ما انتم شايفين كده بياخد الجبهه وحول العين والانف، لدرجه ان لو يعني حالات مش كثيره جدا شفتها في العصب العيني، بتلاقي العين يقول لك انا في نار في عينيا يا دكتور، وبياخد الجزء من الجبهه. وفي بعض الناس بتلاقي ان الالم بس بينجي من الجزء العلوي فوق العين بس وحواليها، ومش ممكن وفي حالات بياخد العين وما فوقها وما تحتها. وطبعا قلنا ان العصب الخامس دوت كالامه اكتر النسب اللي بتعاني من تلك الالام اللي هو السن فوق ال 50، من 40 الى 50 سنه، وتبتدي وتبتدي النسبه دي تزداد تدريجيا لدرجه انها توصل الى الماكسيموم او الناحيه العليا، يعني حوالي 20% من الحالات بيبقى فوق سن 80 سنه. ودي طبعا دي بيدينا حاجه دلاله توضيحيه ان العصب الخامس لما السن بيكبر في الطرق اللاجراحيه المختلفه طبعا دي افضل كثيرا من الطرق الجراحيه. دي طبعا لان طبعا زي ما انتم عارفين السن 80 سنه زي المريض ده يتعرض للبنج كلي، وفي نفس الوقت سن 80 سنه بيبقى مصاب ببعض الامراض المزمنه كالقلب والسكر والضغط وخلافه، فطبعا ما نقدرش نعدي، بجانب ان العيان في الحالات ديت بيبقى طبعا لا يتحمل جراحه في المخ لفتره طويله ان انت تفصل العصب عن الشريان او الاوعيه الدمويه التي توازي المخ وضغطه على ذلك العصب. دي اول حاجه. لكن لو العصب ده لكن لو الالام كانت شديده والسن صغير طبعا في سن العشرينات او الثلاثينات، يبقى احنا كده بنفكر ان العصب الخامس ده في قاع المخ مضغوط عليه بالشرايين ديت ونبتدي نتعامل معاه. يعني السن بيحكمنا بدرجه كبيره في كيفيه التعامل مع تلك الالام. ده بالنسبه للإحصائيات المختلفه للعصب الخامس، وقلنا حوالي 20% من الحالات اللي تعاني من آلام العصب الخامس ديت بتبقى نتيجه بتروح لدكتور الاسنان خطأ، وطبعا دكتور الاسنان بيفتكر ان هي عباره عن التهاب في اللثه او التهاب في الاسنان او ضروس او هكذا، ويبتدي يتعامل معاها، يبتدي يخلع ضرس ورا ضرس ورا ناب ورا سنه، لدرجه ان في بعض الناس طبعا كبار السن بيجوا تلاقي يقول لي والله يا دكتور انا رحت لكذا لطبيب اسنان وابتدى يخلع لي سناني، لدرجه ان هو ممكن يكون مركب طقم وهو جاي، وفي نفس الوقت بتلاقي ان الموضوع كله مختلف، السنان مش هي السبب، ده الالتهاب بتاع العصب الخامس هو السبب اللي يؤدي الى هذا الامر. ده بالنسبه للاحصائيات، وقلنا الاعراض بتاعته ان هي عباره عن نوبات حاده وسريعه تستمر من ثواني الى دقائق وبتختلف من مريض الى اخر، والالم دوت بيكون نوبات متقطعه، وممكن يكون المريض سليم يعني مفيش الم من النوبات، وممكن يكون في الم. وده طبعا اللي هو النوعين اللي هم متعرف عليهم، النوع التقليدي اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو انواع العصب الخامس، تلاقي المريض اول ما يعمل تريجر بوينتس يعني ياكل او يشرب حاجه ساقعه او يحلق دقنه او يصفر او بقه او شويه هواء سائع يبتدوا ياثروا او يضحك وهكذا، يبتدي النوبه تجيله الام زي الرصاص كده زي الكهرباء، تقعد لها دقيقتين وتهدى او ثواني وتهدى حسب المريض وحسب المرحله بتاعت الالم وشدته. ده النوع التقليدي. النوع غير التقليدي ان الالم ده بيستمر بس النوبات يعني النوبه بتيجي والالم ما بيختفيش خالص كما في المرحله الاولانيه، لا بيبقى في الم بس بدرجه اقل وبعدين نوبه ثانيه تيجي وهكذا. ده بالنسبه اللي هو حاجه اسمها اسيمبتوماتيك تايب او اللي هو الغير تقليدي. طيب انا دلوقتي عرفت انواع العصب الخامس، طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن اقدر تتداخل معايا وانا بشوف المريض؟ يعني مريض جالي قال لي والله يا دكتور انا عندي الم في وشي والالم دوت له كريتيريا معينه او له حاجه معينه اقدر اتعامل اقدر اشخصها ان هو الام عصب خامس.
زي ما احنا قلنا ان الالم ده غالبا بيجي في كثير جدا من فوق ال 95% في ناحيه واحده من الوش، يعني نادر جدا ان انت تلاقي عيان جاي يشتكي لك من ناحيتين، لا هو بيجي في ناحيه واحده. الالم ده بيجي حاد وبيجي عن طريق نوبات، والنوبه زي ما قلنا بتستمر من ثواني الى دقائق. الحاجه الثالثه والمهمه ان قلنا ان الالم ده بيبقى سوبر فيشر، يعني سطحي وما بقاش معاه اي تغيرات في الوش، يعني ما بقاش مثلا في خضر او في تنميل في الوجه. طبعا ده مهم جدا ان انا اقدر اخد الكاركتر او الخاصيه بتاعت هذا الالم على اساس ان انا اقدر افرقها من الالام المختلفه التي تحدث في الوجه، على اساس ان انا طبعا كل نوع من انواع تلك الالام بيبقى له طريقه معينه في التعامل معاه للشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ممكن تتدخل معانا في حاجه اسمها الام العصب التاسع. الام العصب التاسع دوت ان العصب دوت بيغذي المنطقه بتاعه الجزء الخلفي من اللسان والجزء العلوي من البلعوم واللوزتين، فتلاقي العيان دوت بيحس بالم او كهرباء او لسع او حرقان لما يجي يبلع بعض الشيء، او لو جت حاجه ساقعه عند منطقه اللوز، او لو ابتدى يكح. وفي نفس الوقت هتلاقي معاه مصاحب له جزء من التنميل او الخضر او الخدلان في منطقه التجويف بتاع البلعوم، وممكن القصه دي تمتد بشويه في منطقه الزاويه بتاعه الفك السفلي. وده طبعا طريقه علاجه لو لم يستجيب للطرق التحفظيه هتبقى طريقه مختلفه بالنسبه للعلاج، وده ان شاء الله هنفرد له بعض الحلقات. الحاجه الثانيه اللي ممكن يسببها حاجه اسمها جينيكوليت نيورالجيا، يعني العصب السابع ممكن يتاثر ببعض الفيروسات كفيروس الهربس، ويبتدي العيان ده يبتدي يشتكي من الم. الالم ده بيكون في طبله الود وبيكون في الاذن الخارجيه، وتلاقي العيان ده بيشتكي من الم شديد او معاه لسع او حرقان. يجي يقول لك يا دكتور والله انا حاسس ان طبله ودني دي فيها حرقان شديد او في الاذن الخارجيه، وطبعا ممكن تلاقي اللي هو الخاصيه بتاعت الفيروس اللي هو البقع اللي بتبقى موجوده، وممكن تلاقي العيان معاه ضعف في عضلات الوجه بجانب الالام، فتقدر تشخص ان دي جينيكوليت نيورالجي. من ضمن الحاجات اللي موجوده فيها ممكن يكون الام في العصب الخلفي للراس او اسمه العصب القوزاي الاعظم باللغه العربيه الفصحى، وده اسمها اوكسيبيتال نيورالجيا، وده جزء ده بيغذي المؤخره بتاعه الراس. وطبعا بتبص تلاقي العيان بيحس برضك بتغيير في الاحساس، يا اما الاحساس ده مختفي او في احساس عادي. انا لو انت لمست المنطقه دي ممكن العيان يحس بألم، وممكن تلاقي العيان دوت مصاحب معاه صداع، وده له طرق علاجيه ثانيه مختلفه. من الحاجات اللي هي ممكن تسبب لنا الكلام الألم ده كله ممكن يكون العصب الخامس نفسه مش مصاب بفيروس الهيربس او فيروس الهيربس، وده بيديني الخاصيه اللي هو الحرقان المتواجد في توزيع العصب الخامس، وده من ضمن الاسباب اللي بتسبب الالم. لكن هو الاسباب دي بتختلف عن الاسباب السالف ذكرها بالنسبه للترايجيمينال نيورونج. دي من معظم طبعا في حاجه مهمه جدا اللي هو الام الوجه الغير تقليديه او اسمها الاتيبيكال فيشيال بين. ده ممكن برضك ممكن اي طبيب او اي زميل ممكن الالام دي تتداخل مع الام العصب الخامس، والالام دي بتبص تلاقي العيان المريض نفسه غالبا بتحدث في السيدات وفي متوسط العمر يعني ما بين ال 20 الى 35 سنه، وتلاقي الالام دي بتتداخل مع الحياه اليوميه وبتتداخل مع النوم، وممكن تلاقيها في الناحيتين من الوش، يعني الناحيه اليمنى والناحيه اليسرى. ودي طبعا دي من اهم الحاجات اللي احنا بنقدر نشخص بيها عن بعيد عن الترايجيمينال نيورولوجي او الام العصب
الخامس، والالم ده بيكون غالبا بيكون مستمر وبيطلع وبينزل، يعني شدته بتزداد او بتقل، لكن في الم على طول. وغالبا الاكل والشرب وحركه الفك ما بتتدخلش مع هذا الالم. دي من اهم الالام اللي موجوده في الوجه، ممكن تتداخل مع الام العصب الخامس. لذلك مهم جدا جدا ان انت تشخص العصب الخامس تشخيص صحيح ودقيق على اساس ان انت تقدر تبتدي تعالجه معالجه صحيحه. ده هنشوف كده فيديو ان شاء الله باذن الله يبتدي نكمل الفيديو دوت. احنا قلنا ان العصب الخامس قلناه مره ثانيه، ده الجزء اللي هو العصب العيني، العصب الفكي العلوي، العصب الفكي السفلي. طبعا احنا قلنا لو في تريجر بوينت، يعني لو في اي لمسه زي ما انتم شايفين كده الاستيمولس او الاستثاره بتيجي على العصب ويبتدي يحصل لنا اللي هو ايه الالام اللي هي احنا قلنا عليها بتبقى موجوده حسب المكان المصاحب للمكان اللي زي ما شايفين كده، بتبقى حاجات زي الكهرباء في الوش حسب العصب المصاب. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين التراجمنا الراجع قلناها ان الالام ممكن تتحسب توزيع العصب دوت، قلناها اللي هي عباره عن كهرباء او نبضات بتستمر ثواني او دقائق وبتختفي في حالات اللي هو الكلاسيكال او الاسمبتوماتيك تايب. طبعا قلنا دي بتزيد من التاتش او اللمس، او لو واحد شارب او كل او كلم او حلق او عمل اي براشنج فيه. أرجو في هذه الحلقة أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة عن آلام العصب الخامس. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتحدث عن تشخيص هذا العصب والطرق العلاجية المختلفة لعلاج تلك الآلام، سواء تحفظية أو تداخلية أو جراحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الدكتور محمد عبد الشافي، زمالة علاج الآلام وآلام العمود الفقري، كاليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية. استئصال الغضروف العنقي والقطني بدون جراحة وبالمنظار، توسيع القناة العصبية العنقية بدون جراحة وبالمنظار، علاج آلام الرقبة والظهر وخشونة الركبة بدون جراحة. يأتيكم في الأوقات التالية.